أشادت المفوضيات الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة إن يوهانسون بجهود مصر في مواجهة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أهمية توسيع التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال إدارة الحدود والهجرة. وأوضحت المفوضة الأوروبية في تصريحات إعلامية أن مصر تعد أحد أهم الشركاء الذين يمكن الاعتماد عليهم في مواجهة الهجرة غير الشرعية، كما كشفت أن الجانبين يعملان حاليا على تعزيز التعاون فيما بينهما فيما يتعلق بإدارة الحدود وعودة المهاجرين الطوعية إلى دولهم الأصلية.